السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هننفذ غرزة جديدة من غرز التريكو. الغرزة دي هي مربعات البليسيه والضفيرة الثلاثية. الغرزة أنا عملت بيها جاكيت وإن شاء الله هنزلها قريب. بالنسبة للعينة عندي بتتكون من مضاعفات العدد 18، عدد السطور عندي 24 سطر. في ملحوظة صغيرة بس، إني في أول سطر في العينة ما بعملش فيه ضفيرة، انا ببدا اعمل في السطر الثالث، لكن بعد كده اما اجي اكرر سطور العينه هلاقي ان انا بعمل الضفيره كل سطرين، يعني في السطور الاماميه. يبقى هي دي بس الملحوظه اللي انتوا لازم تعرفوها. عندي الثابت، عندي في الغرز اللي هي الست غرز الضفيره دول مثبتين عندي، بعملهم ضفيره في الامام وبشتغلهم مقلوب في الخلف. الاتناشر غرزة الباقيين على التمنتاشر غرزة دول بيختلفوا شغلهم من سطور لسطور، وهنشوف امتى بيختلفوا وهنشوف نظام شغلهم هيكون ازاي. يبقى تاني العينة بتتكون عندي مضاعفات العدد 18، عدد سطور 24 سطر. اللي احنا شايفينه قدامنا هو ده الغرزة من الأمام. بالنسبة للغرزة من الخلف أو السطور الخلفية، فبيكون الشكل زي ما انتوا شايفينه دلوقتي. احب بس اقول لكم حاجه، اني انا مش ذاكره شغل السطور الخلفيه لاني عدد السطور عندي كتير. فالسطور الخلفيه احنا هنشتغلها على حسب ما احنا شايفين الغرزه، يعني الغرزه العادل عادل والمقلوب مقلوب، ونبدا ان شاء الله في شرح الغرزه. بسم الله. هنبدا نشتغل السطر الاول، وهنقسم التمنتاشر غرزة لست غرز واتناشر غرزة. هنبدأ أنا عاملة غرزتين حافة، أول غرزة باخدها عدل من اللفة الخلفية، وتاني غرزة بشتغلها عدل من اللفة الأمامية. وطبعا بيكون في غرزتين في آخر السطر، غرزتين حافة. هنبدأ نشتغل نموذج العينة، وهنقسم هنشتغل أول ست غرز هنشتغلهم عدل، اللي هم دول هيكونوا الضفيرة الثلاثية. بس طبعا انا مش هعمل ضفيرة ثلاثية في السطر الاول، انا هبدأ اعملها في السطر الثالث. يبقى ست غرز عدل. بعد كده هنبدأ في تقسيمة الاتناشر غرزة التانيين. هشتغل غرزة مقلوب، اتنين عدل، غرزتين مقلوب، اتنين عدل، اتنين مقلوب، اتنين عدل. اخر غرزة في الاتناشر هشتغلها مقلوب. يبقى كده استمنا الاتناشر غرزة اللي باقيين على 18 غرزة. يبقى نقول تاني ان احنا بنشتغل السطر الاول على مضاعفات العدد 18. هنقسم 18 لجزئين، جزء بيكون عندي من 6 غرز، دول هيكون هعمل عليهم ضفيرة ثلاثية كل سطرين. بعد كده ال 12 غرزة احنا قسمناهم لغرزة مقلوب، 2 عدل، 2 مقلوب، 2 عدل، 2 مقلوب، 2 عدل، غرزة مقلوب. ده السطر الأول. بيتكرر عندي التمنتاشر غرزة من أول غرزة حتى آخر غرزة على حسب ما أنا عايزة أكرر نموذج العينة، وبننهي بغرزتين حافة، وده بيكون شغل السطر الأول. هنشتغل مع بعض السطر الثالث. واحنا اشتغلنا السطر الثاني اشتغلناه على حسب ما احنا شايفين الغرزة، المقلوب مقلوب والعدل عدل. يعني الغرزة اللي انا شايفاها مقلوبة اشتغلها مقلوب، اللي شايفاها عدل اشتغل عدل. هنبدأ نشتغل السطر الثالث، ومن اول هنا هنعمل الضفيرة. بنبدأ بغرزتين حافة، وبعد كده هنبدأ من اول هنا في نموذج العينة وهنعمل الضفيرة الثلاثية. هنيجي نشيل اول غرزتين من الست غرز، هنشيلهم على ابرة الضفيرة ونحطهم قدام الشغل. يبقى انا هي ضفيرة ثلاثية. ليه؟ لان انا مرة هعمل ضفيرة يمين
ومرة هعمل ضفيرة شمال. يبقى انا دلوقتي هعمل ضفيرة شمال، هشيل اول غرزتين على ابرة الضفيرة واحطهم قدام الشغل، وهاجي اشتغل غرزتين بس عدل. يبقى انا دلوقتي بعمل ضفيرة شمال من غرزتين، شلت غرزتين على ابرة الضفيرة حطيتهم قدام الشغل، هرجعهم تاني بعد ما اشتغلت غرزتين عدل، هرجع الغرزتين دول وهشتغلهم برضو عدل. يبقى دي ضفيرة شمال، الغرزتين اللي باقيين على 6 غرز هشتغلهم عدل. يبقى انا المرة دي عملت ضفيرة شمال على اول 4 غرز في الستة، المرة الجاية هعمل ضفيرة يمين على 4 غرز الاخرانية من ال6 غرز. بعد كده همشي بال12 غرزة على حسب ما انا شايفة الغرزة، هشتغل غرزة مقلوب واتنين عدل، يعني هيتكرر تاني شغل السطر الاول في ال12 غرزة. زي ما انا قسمت ال12 غرزة في السطر الاول، هشتغل بالظبط السطر التالت بنفس النظام. يبقى احنا ماشيين شايفين الغرزة عدل هنشتغلها عدل، شايفينها مقلوب هنشتغلها مقلوب. يبقى السطر الاول والسطر التالت بنفس تقسيم ال12 غرزة التانيين، لان احنا قلنا ال18 غرزة متقسمين لجزئين، الجزء الاول اللي هو بيكون عندي من 6 غرز ودول ثابتين، والجزء التاني من 12 غرزة دول بيختلفوا على حسب الشغل، وهنشوف شغلهم ازاي. يبقى احنا اشتغلنا السطر التالت، اشتغلنا على 6 غرز العدل، عملنا على 4 غرز منهم ضفيرة شمال، وبعد كده كملنا الشغل بنفس تقسيمة السطر الأول. نقول تاني تقسيمة السطر الثالث، عملنا ضفيرة شمال، وبعد كده اشتغلنا 2 عدل، وتقسمنا ال12 غرزة بنفس تقسيمة السطر الأول. هنكرر النموذج زي ما احنا عايزين، وده كان شغل السطر الثالث. هنشتغل مع بعض السطر الخامس، والسطر الخامس هنشوف تقسيمته. احنا اشتغلنا السطر الرابع، اشتغلناه على حسب ما احنا شايفين الغرزه. هنشوف السطر الخامس، هنشتغل غرزتين حافه في الاول، بعد كده هنشتغل على 6 غرز اللي هي الضفيره الثلاثيه، هنعمل ضفيره يمين المره دي. يبقى هشتغل 2 عدل في الاول، ال4 غرز الفاضلين على الستة هعمل ضفيره يمين، هشيل 2 على إبرة الضفيرة احطهم خلف الشغل، وهاجي اشتغل 2 عدل. هرجع الغرزتين اللي على إبرة الضفيرة احطهم مرة تانية على الإبرة الشمال، وهاجي اشتغلهم بالغرزة العدل. يبقى احنا كده عملنا ضفيرة يمين من 4 غرز، يبقى هي مرة ضفيرة شمال مرة ضفيرة يمين، دول ثابت عندي مفيش اي تغيير في ال6 غرز دول. باجي اشتغل 6 غرز بفاير في السطور الامامية، السطور الخلفية باجي اشتغلهم مقلوب. ال12 غرزة الباقيين على ال18 غرزة هنشتغلهم بنفس تقسيمة السطر الاول. افكركم تاني ايه هي تقسيمة السطر الاول، كان في الاول غرزة مقلوب، بعد كده باجي اشتغل غرزتين عدل وغرزتين مقلوب، اتنين عدل اتنين مقلوب، اتنين عدل، واخر غرزة في ال12 غرزة هشتغلها مقلوب. يبقى هي تقسيمة ال12 غرزة اللي كانوا بالظبط نفس تقسيمة السطر الأول. يبقى احنا اتفقنا وقلنا ان 18 غرزة مقسمينهم لجزئين، جزء عندي بيتكون من 6 غرز اللي بعمل عليهم ضفيرة ثلاثية، ودول مثبتين عندي، بعمل ضفيرة شمال مرة وضفيرة يمين مرة طبعا في السطور الأمامية، في السطور الخلفية باجي اشتغل ال6 غرز بشتغلهم بالغرزة المقلوب. ال12 غرزة اللي هو الجزء التاني ده اللي بيختلف شغله، وهنشوف مع بعض السطور الاختلاف فيها هيكون ازاي.
هنشتغل السطر السابع، وافكركم ان السطر السادس برضو اشتغلناه على حسب ما احنا شايفين الغرزة. هنبدأ نشتغل السطر السابع، بنعمل غرزتين حفة في الاول، وبعد كده هنبدأ في نموذج العينة، والمرة دي هنعمل ضفيرة شمال. هنشتغل على الاربع غرز الاولانية ضفيرة شمال، يبقى هشيل غرزتين على ابرة الضفيرة واحطهم قدام الشغل، واجي اشتغل اتنين عدل، وهرجع الغرزتين من على ابرة الضفيرة على الابرة الشمال واشتغلهم اتنين عدل، يبقى دي ضفيرة شمال. بعد كده الغرزتين اللي باقيين على الست غرز اشتغلهم اتنين عدل، يبقى كده خلصوا الست غرز بتوع الضفيرة. هبدأ بعد كده اشتغل في الاتناشر غرزة بنفس تقسيمة السطر الاول، برضو غرزة مقلوب واتنين عدل، وبعد كده اتنين مقلوب اتنين عدل اتنين مقلوب اتنين عدل، واخر غرزة هشتغلها مقلوب. يبقى دي تقسيمة الاتناشر غرزة. يبقى انا عندي التمنتاشر غرزة متقسمين لستة واتناشر، الستة ثابتين عندي بشتغلهم ضفيرة، مرة ضفيرة شمال ومرة ضفيرة يمين، والاتناشر غرزة ماشيين بنفس تقسيمة السطر الاول، وقلنا هنشتغل لغاية السطر الحداشر بنفس التقسيم. هو ده شغل السطر السابع، بنكرره حتى اخر السطر. وصلنا مع بعض للسطر التاسع، وشغل السطر الثامن برضو على حسب ما احنا شايفين الغرزة. السطر التاسع هنبدأ بغرزتين حافة، وبعد كده هنشتغل في نموذج العينة. المرة دي هعمل ضفيرة يمين، يبقى هشتغل اول غرزتين هاخدهم عدل، بعد كده الاربع غرز دول هعمل ضفيرة يمين، هشيل اتنين على ابرة الضفيرة واحطهم خلف الشغل، وهاجي اشتغل اتنين عدل، وهرجع الغرزتين من على ابرة الضفيرة هحطهم على الابرة الشمال وهشتغلهم برضو عدل، يبقى دي ضفيرة يمين. بعد كده الاتناشر غرزة الباقيين هيكونوا بنفس تقسيمة السطر الاول، برضو غرزة مقلوب اتنين عدل اتنين مقلوب اتنين عدل اتنين مقلوب اتنين عدل، واخر غرزة هشتغلها مقلوب. يبقى دي تقسيمة السطر التاسع اشتغلناه، وبيتكرر حتى اخر السطر. نموذج 18 غرزة بيتكرروا من اول غرزة حتى اخر غرزة. افكركم تاني ان اللي ثابت عندي الضفيرة بشتغلها ضفيرة في الامام، وبشتغل مقلوب في الخلف. الضفيرة بتبقى مرة ضفيرة شمال على الاربع غرز الاولانية، ومرة ضفيرة شمال على الاربع غرز اللي في الاخر. وده كان شغل السطر التاسع. وصلنا للسطر الحداشر، وده اخر سطر هشتغله بنفس تقسيمة السطر الاول. هنبدأ بغرزتين حافة، وبعد كده هنعمل ضفيرة شمال، يبقى هشتغل واخد غرزتين على ابرة الضفيرة واحطهم قدام الشغل، وهاجي اشتغل اتنين عدد، هرجع الغرزتين من على ابرة الضفيرة واحطهم على الابرة الشمال واشتغلهم برضو غرزتين عدل. هيتبقى عندي غرزتين بس من الست غرز هشتغلهم برضو عدل، يبقى دي ضفيرة شمال على الاربع غرز اللي في الاول. بعد كده همشي بنفس تقسيمة الاتناشر غرزة اللي هي في السطر الاول، وده اخر سطر عندي هشتغله بنفس التقسيمة. بعد كده هيكون الاتناشر غرزة شغلهم مختلف، وهنشوف شغلهم هيكون ازاي من اول السطر 13. افكركم ان كان في سطر عاشر اشتغلناه على حسب ما احنا شايفين الغرزة. الغرزة العدل اشتغلناها عدل، والمقلوب اشتغلناها مقلوب. انا بعتذر ليكم مرة تانية علشان انا ما شرحتش عملي السطور الخلفية، لكن الغرزة زي ما انتم شايفين سهلة، بس سطورها كتير فهي واخدة مساحة كبيرة.
وانا دلوقتي بشرح السطر 11 وخلصناه مع بعض، وهنكرر النموذج من اول غرزة حتى اخر غرزة. يبقى السطر 11 دوت اخر سطر عندي بنفس تقسيمة السطر الاول، ده بالنسبة لل 12 غرزة، لكن الست غرز مفيش فيهم اي اختلاف، دول مثبتين عندي لغاية ما اخلص الشغل خالص. هنشتغل مع بعض السطر 13، ومن اول السطر 13 ده هيختلف عندي ال 12 غرزة في شغلهم. هبدأ بالضفيرة زي ما احنا ماشيين، قلنا الضفيرة بتتكون عندي من 6 غرز، دول مثبتين مفيش فيهم اي تغيير، اللي بيتغير عندي ال 12 غرزة بس. هنبدأ نشتغل السطر 13، هنبدأ بغرزتين حافة، وبعد كده هنشتغل المرة دي ضفيرة يمين. يبقى انا هشتغل اول غرزتين عدل، وهشتغل على الاربع غرز التانيين ضفيرة يمين، هشيل غرزتين على ابرة الضفيرة واحطهم خلف الشغل، وبعد كده هاجي اشتغل غرزتين عدل ايه، هرجع الغرزتين من على الابرة الضفيرة احطهم على الابرة الشمال وهشتغلهم غرزتين عدل. يبقى انا في السطر 13 عملت ضفيرة يمين على الاربع غرز اللي في الاخر. هاجي بعد كده ال 12 غرزة الباقيين على ال 18 غرزة، دول ما اشتغلهم كلهم مقلوب. يبقى ال 12 غرزة هشتغلهم في السطر 13 كلهم مقلوب، اكيد هيكون في السطر 14 ال 12 غرزة دول هنشتغلهم عدل، لان احنا قلنا ان احنا بنشتغل السطور الخلفية زي ما احنا شايفين الغرزة. يبقى ال 12 غرزة دول انا بشتغلهم في السطر 13 مقلوب، هاجي اشتغلهم في السطر 14 هشتغلهم عدل. يبقى دي تقسيمة السطر 13، بدأنا بست غرز وعملنا عليهم ضفيرة يمين، ودول مثبتين عندي ما بيتغيروش من ضفيرة يمين لضفيرة شمال، لكن اللي هيتغير عندي ال12 غرزة، وغيرناهم في السطر 13 واشتغلناهم كلهم بالغرزة المقلوب. يبقى انا عندي ال12 غرزة دول مقلوب في السطر 13، يبقى يكونوا في السطر ال14 هشتغلهم عدل. يبقى انا هشتغل في السطر ال14 المقلوب هشتغله مقلوب، والعدل هشتغله عدل. ده كان شغل السطر 13 بيتكرر حتى اخر السطر. ايه هنشتغل مع بعض السطر 15، هنبدأ بغرزتين حافة، وبعد كده هاجي اشتغل نموذج العينة وهاجي اعمل ضفيرة شمال. يبقى انا هشتغل على الاربع غرز الاولانية ضفيرة شمال، يبقى انا هشيل غرزتين على ابرة الضفيرة واحطهم قدام الشغل، وهاجي اشتغل اتنين عدل. هرجع بعد كده الاتنين من على ابرة الضفيرة واحطهم على الابرة الشمال واشتغلهم برضو غرزتين عدل. يبقى دي ضفيرة شمال من اربع غرز، الغرزتين اللي باقيين من الست غرز هشتغلهم عدل. يبقى انا كده خلصت الست غرز اللي هما ثابتين عندي. بعد كده ال 12 غرزة هشتغلهم برضو بالغرزة المقلوب زي السطر 13. يبقى ال 12 غرزة كلهم في السطر 15 هشتغلهم بالغرزة المقلوب، وهاجي في السطر 16 ال 12 غرزة دول هاجي اشتغلهم بالغرزة العادية. يبقى انا عندي السطر 15 شغله في ال 12 غرزة زي شغل السطر 13، اشتغلناهم في السطر 13 مقلوب وبرضه في السطر 15 مقلوب. يبقى ده شغل السطر 15، عملنا ست غرز اللي هي ثابتين عندي الضفيرة الثلاثية، بعد كده ال 12 غرزة الباقيين من ال 18 اشتغلناهم كلهم مقلوب. هنيجي بعد كده في السطر 16 هشتغل ال 12 غرزة المقلوب هشتغلهم عدل. يبقى ده كان شغل السطر 15 حتى نهايته. هنيجي نشتغل السطر 17، والسطر 17 فيه تقسيمة تانية مختلفة، لكن الست غرز ثابتين، هي فيه تقسيمة في الاتناشر غرزة بس، لكن الست غرز بتوع الضفيرة الثلاثية ثابتين. هاجي هنا واشتغل غرزتين عدل، لان انا هعمل ضفيرة يمين على الاربع غرز اللي في الاخر. يبقى انا هشيل اتنين غرزتين يعني على ابرة الضفيرة واحطهم خلف الشغل، واجي اشتغل اتنين عدل.
يبقى دي ضفيرة يمين من 4 غرز. يبقى انا كده هرجع الغرزتين على ابرة الضفير على الابرة الشمال واشتغلهم غرزة بالغرزة العادل. يبقى انا كده خلصت ال6 غرز. طيب تقسيمة ال12 غرزة، هي اشتغل غرزة مقلوب واشتغل 10 عدل، يبقى غرزة مقلوب 10 غرز عدل غرزة مقلوب. دي تقسيمة ال12 غرزة في السطر ال17. يبقى نقول تاني، تقسيمة ال12 غرزة في السطر ال17 غرزة مقلوب 10 عدل غرزة مقلوب. طبعا في السطر ال18 هنشتغل على حسب ما احنا شايفين الغرزة، الغرزة المقلوبة هشتغلها مقلوب والعدل هشتغله عدل. يبقى ده كان شغل السطر ال17. عملنا ال6 غرز ثابتين عندي اللي هم ضفيرة ثلاثية، دول ما فيش تغيير فيهم. اللي بيتغير عندي هم ال12 غرزة التانيين. ال12 غرزة دول هنبدأ من السطر ال17 نشتغل غرزة مقلوب 10 عدل غرزة مقلوب. ده ال18 غرزة بيتكرروا حتى آخر السطر، من أول غرزة حتى آخر غرزة. هنشتغل السطر 19، والسطر 19 ده تقسيمته بالظبط زي السطر 17 بس في ال12 غرزة بس. يبقى السطر 19 هنبدأ ونعمل ضفيرة شمال على ال4 غرز اللي في الأول. يبقى أنا هشيل غرزتين على إبرة الضفيرة وأحطهم قدام الشغل وأشتغل 2 عدل، وأجي أراجع الغرزتين مرة تانية على الإبرة الشمال وهشتغلهم برضو بالغرزة العدل. هيتبقى غرزتين بس عندي من ال6 غرز هشتغلهم بالغرزة العدل. ال12 غرزة الباقيين من ال18 هنمشي برضو بنفس نظام السطر ال17، غرزة مقلوب و10 غرز عدل وغرزة مقلوب. يبقى تقسيمة السطر ال19 في ال12 غرزة بنفس تقسيمة السطر ال17، غرزة مقلوب 10 غرز عدل وغرزة مقلوب. وأكيد السطر ال20 هيكون من السطور طبعا الخلفية، هنشتغل على حسب ما احنا شايفين الغرزة، الغرزة العدل هنشتغله عدل والغرزة المقلوب هنشتغلها مقلوب. يبقى تقسيمة ال12 غرزة في السطر ال20 هشتغل غرزة عدل 10 مقلوب غرزة عدل، لكن ال6 غرز الضفيرة بيكونوا في الخلف على طول مقلوب. يبقى ده شغل السطر 19، كان تقسيمته 6 غرز عملناهم ضفيرة ثلاثية، 12 غرزة قسمناهم غرزة مقلوب، 10 عدل غرزة مقلوب. بنكرر ال18 غرزة زي ما احنا عايزين حتى نهاية السطر، وبننهي طبعا بغرزتين حافة، دول ما بنشتغلهمش، بننقلهم على الإبرة اليمين والخيط بيكون قدام الشغل. وصلنا للسطر ال21، والسطر ال21 طبعا هنبص نلاقي ال12 غرزة يختلفوا في تقسيمتهم من السطر ال21. هنشتغل ال6 غرز ثابتين عندي، هاجي اعمل ضفيرة يمين يبقى هشتغل 2 عدل، وبعد كده هعمل 4 غرز اللي جايين دول هعمل ضفيرة يمين، هشيل 2 على ابرة الضفيرة وحطهم خلف الشغل وهاجي اشتغل 2 عدل. هرجع بعد كده الغرزتين من على ابرة الضفيرة، ارجعهم على الابرة الشمال واشتغلهم بالغرزة العدل. يبقى احنا كده خلصنا 6 غرز اللي هم بتوع الضفيرة الثلاثية. هاجي اقسم بقى ال12 غرزة التانيين في السطر ال21 هشتغلهم كلهم بالغرزة المقلوب. يبقى ال12 غرزة في السطر ال21 هشتغلهم كلهم بالغرزة المقلوب. اكيد برضو في السطر 22 اللي هو السطر الخلفي ال12 غرزة دول هشتغلهم بالغرزة العدل، لان احنا اتفقنا ان السطور الخلفية كلها على حسب ما احنا شايفين الغرزة، العدل عدل والمقلوب مقلوب. يبقى دي تقسيمة السطر ال21، بنشتغل 6 غرز ثابتين عندي اللي هم بتوع الضفيرة الثلاثية، دول ثابتين عندي مفيش فيهم اي تغيير، اللي بغيرهم بس ال12 غرزة التانيين. ال12 غرزة في السطر ال21 اشتغلناهم بايه؟ اشتغلناهم كلهم بالغرزة المقلوب.
يبقى احنا بنكرر ال 18 غرزة حتى اخر السطر، وبننهي طبعا السطر بغرزتين حافة. يبقى السطر ال 22 هيكون على حسب ما احنا شايفين الغرزة. ده كان شغل السطر 21. وصلنا مع بعض للسطر 23، وده اخر سطر عندي في السطور الامامية. هنيجي نشتغل غرزتين حافة في الاول، بعد كده هنبدأ في نموذج العينة اللي بيكون عندي من 18 غرزة. هنشتغل في الجزء الاول اللي بيكون من 6 غرز. هنيجي نعمل ضفيرة شمال، هشيل غرزتين على ابرة ضفيرة احطهم قدام الشغل، وهشتغل 2 عدل، هرجع الغرزتين تاني على الابرة الشمال واشتغلهم برضو بالغرزة العدل، يبقى انا كده خلصت الجزء الاول. الجزء التاني طبعا عندي بيتكون من 12 غرزة. الجزء التاني هنشتغله بنفس تقسيمة السطر اللي هو كان 21، يبقى هشتغل 12 غرزة كلهم بالغرزة المقلوبة. يبقى تقسيمة السطر 23 في ال 12 غرزة بالظبط زي تقسيمة السطر 21. طبعا افكركم ان هيكون في سطر 24، هو ده اخر سطر عندي في نموذج العينة، هشتغله على حسب ما انا شايفة الغرزة. الغرزة العدل هشتغلها عدل، والمقلوب هشتغله مقلوب. يبقى ده كان شغل السطر 23. طبعا احنا قلنا انه بيتقسم النموذج العينة لجزئين، جزء بيكون من 6 غرز اللي هم خاصين بالضفيرة، والجزء التاني 12 غرزة بيختلف شغلهم باختلاف السطور. شفنا مع بعض طريقة الشغل العينة. طبعا في سطر اخير اللي هو سطر 24، وبعد ما اخلص سطر 24 هكرر نموذج العينة في عدد السطور من السطر الاول حتى السطر 24 على حسب ما انا عايزة طول الشغل. بس افكركم ان الضفيرة ماشية معايا سطر بسطر، ضفيرة شمال مرة وضفيرة يمين مرة، ده في السطور الامامية. في السطور الخلفية بنشتغل بالغرزة المقلوب، وده كان شغل السطر 23. وبكده يكون انتهى شغل العينة. اشتغلنا 24 سطر، اشتغلنا السطور الأمامية، السطور الخلفية طبعا قلناها ان هي على حسب ما احنا شايفين الغرزة. قسمنا 18 غرزة لجزئين، الجزء الأول كان بيكون عندي من 6 غرز، ودول بنعمل عليهم ضفيرة ثلاثية، مرة ضفيرة يمين ومرة ضفيرة شمال في السطور الأمامية بس. في السطور الخلفية بنشتغلهم بالغرزة المقلوب. ال 12 غرزة التانيين اللي هو الجزء التاني ده بيختلف، وشفنا الاختلاف بيكون ازاي. أتمنى يكون الغرزة تنال إعجابكم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.